مرحبا بكم. تعتبر مكة المكرمة أكثر مكان مبارك على وجه الأرض، وهي مسقط رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ستشاهدون معي مشاهد غريبة ظهرت في الحرم المكي، وإن لو لم يتم تسجيلها لما صدقها أحد، سبحان الله. وقبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لنعرف عدد محبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أولاً، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى فيه البعض إنه لجني ظهر في الحرم المكي، حيث زعم هؤلاء أن خروج الجن وتخطيه للمصلين كان غريباً، وصورته تلاشت كالخيال كما في الفيديو، حيث إنه كان ظاهر بين المصلين، ولكن عندما خرج من صفوف المصلين اختفى وتلاشى، سبحان الله. اعتقد الكثير إنه جن مسلم وكان يصلي بين المصلين، ويعتقد البعض الآخر إنه ملاك حقيقي ظهر بين المصلين، والله أعلم بحقيقة الأمر. ثانياً، الظاهرة السلبية المنتشرة في الحرم المكي بكثرة هي ظاهرة التسول، تسول عمال النظافة الأجانب، حيث يهملون مهمتهم الأساسية وهي التنظيف، ويتجهون إلى التسول لأنه أمر سهل ويحصرون منه الكثير من الأموال بسبب تعاطف المصلين معهم، ويجمع هؤلاء من 1000 إلى 500 ألف ريال يوميا. وفي تصريح أحد العمال يقول أن مديره يأخذ منهم 250 ريال، وهكذا تكونت عصابات التسول في الحرم المكي. لا يحترمون قدسية المكان، ولو لم يتم تسجيل كاميرات المراقبة هذه الأفعال ما كان أحد يصدق هذه الأفعال الغير مقبولة أبدا في الحرم المكي. ثالثا، في هذا المقطع أيضا ظهر جني عندما كان الرمي بالجمرات، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. راقب هذا الفيديو، وهو ظهور جني بين هؤلاء الحجاج في الجمرات، سبحان الله. حيث يظهر في الفيديو شخص غريب، وهو بالتأكيد جن متشكل في صورة هذا الشخص، حيث يظهر بشكل رجل قديم، وكان يذهب بسرعة كبيرة من مكان رمي الجمرات، وذهب مسرعا خارج المكان، وهذا المقطع حقيقي، سبحان الله. رابعا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لمعتمرة ترتدي إحرام الرجال داخل المسجد الحرام من أجل أداء العمرة، وأظهر مقطع الفيديو المعتمرة وهي مرتدية إحرام الرجال بدون غطاء رأس وكتفيها مكشوف، وكانت في صحن المطاف، فيما لم يعرف ما إذا كانت قامت بأداء العمرة أم لا، ويؤكد الكثير إنها قامت بأداء العمرة. وأثار الفيديو استغراب المغردين، حيث علق بعضهم بأن المرأة تبدو من الجنسية الهندية ولا تعرف سنن العمرة، ولكن كان يضحك عليها كل من كان بجانبها، وعمال النظافة كانوا يضحكون عليها وأمن الحرم المكي، فسبحان الله. خامسا، والآن سنشاهد المعجزة الكبيرة التي حدثت أمام الكعبة في ليلة القدر، فإن الملائكة تملأ الأرض في ليلة القدر وتنتشر فيها بشكل كبير عند بيت الله الحرام في الحرم المكي، لذلك سبحان الله تم تصوير هذا المقطع في الحرم المكي أمام الكعبة في ليلة القدر، وظهرت الملائكة في السماء وهي تطوف حول الكعبة، سبحان الله، إنها معجزة، لنشاهد المقطع سويا. سادسا، في هذا المشهد شخص يحاول كسر زجاج جبل الصفا ويصعد على الجبل وهو يردد أنا المهدي، وأكدت الشرطة بعد التحقيق أنه مريض نفسي وتم تحويله على الفور إلى الجهات المختصة. سابعا، من الأحداث التي أثارت القلق في قلوب المسلمين هذا المشهد الذي يظهر فيه رجلا يحمل زجاجة من الوقود، أعتقد بأنه يحاول حرق الكعبة أو الانتحار، وهو ما نفاه رجال الأمن بعد التحقيق مع الرجل، والذي كان يحاول فقط لفت الأنظار إليه للمساعدة في حل مشكلة تخصه. ثامنا، أما هذا المشهد فيرجع إلى عام 2014 لشاب من بلد أفريقي يكسر مصابيح في حجر إبراهيم عليه السلام
بواسطة كرسي، وقد أصاب هذا المشهد الذعر في نفوذ زوار بيت الله الحرام. وأكد المتحدث الرسمي باسم أمن الكعبة أن هذا الشخص هو مريض نفسي. تاسعا، أما هذا المشهد الذي تأثر به الكثيرون وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يدعي أنه عاد له بصره في الكعبة، ولكن الأمر المثير للاستغراب أنه كان يرتدي ساعة، فما حاجة لرجل ضرير مثله لوجود ساعة؟ وبعد التحقيق في الأمر اكتشفت الشرطة أنه نشال وقام بهذا ليقوم بالسرقة بدون أن يشك فيه أحد. عاشرا، وهذا مقطع مؤسف آخر لشاب يسرق، لقطته كاميرات المراقبة واعتقله أمن الحرم المكي، ولا تعليق عليه غير أن نردد اللهم أعز الإسلام والمسلمين. سادسا، هذا المقطع يعود ل 2017، حيث قرر هذا الشاب التركي أن يعرض الزواج على هذه الفتاة في الحرم المكي. كان راكعا على ركبتيه، وهو أمر غريب في مكان مقدس كهذا، مما أثار استياء المسلمين في أنحاء العالم. عزيزي، هذه الكعبة وليست جسر الفنون، استقيموا يرحمكم الله. سابعا، أما هذا المقطع لشاب يدخن السجائر أثناء صلاة الجماعة في الحرم المكي. لم أعرف حقا هل هو مريضا أم يحاول إثارة الفتنة، ولكن أمن الحرم المكي رصد ما فعله الشاب واحتجزوه على الفور. ثامنا، هذا المقطع تداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود طلاسم سحر معلقة في أستار الكعبة، وهو ما نافته الهيئة العامة لشؤون الحرم المكي، وقالت إنها مجرد أدعية يكتبها الزوار ظنا منهم أن بهذه الطريقة ستستجاب. تاسعا، هذا المقطع لطفل صغير يلعب بكاميرا من الكاميرات التي تقوم بتسجيل صلاة التراويح في الحرم المكي للبث المباشر. بعد هذه الحادثة أعتقد أن الكاميرات يجب أن تكون في مكان بعيد عن متناول الحجاج، وحتى لا يتكرر مثل هذا الموقف. ماذا يكون رد فعلك إن ظهرت لك رأس طفل صغير أمام التلفاز بينما أنت تتابع صلاة التراويح في الحرم المكي؟ عاشرا، هذا المقطع الأخير للطفلة القطرية المعجزة عالم المفتاح، سفيرة طفولة، وهو يطوف حول الكعبة بدون استخدام الكرسي المتحرك.